FM أحلى راديو. لحديش وستة دقائق رجعنا لكم في المدام وجيها بعد الأخبار. رجعنا الأسامة كملوا أخبار ميديا. نواصلوا أخبار الميديا اكزاكتومون. السؤال اللي قاعد يدور توا زعما الوزير باش باش يفجعنا، باش كان ناوي يفجعنا وما فجعنيش هو. أقسم بالله فجعني أنا بالكلمة ديك ديجا مت. هو هكا فجعنا أكثر من اللي كان فجعنا. هو في حدته يمشي. البارح بعد الندوة الصحفية متاع وزارة الصحة، الخطاب ولا الحوار كان بين وزير الصحة والملحق الإعلامي للوزارة شكري النفطي، ما في بالهمش اللي الميكرو محلول، وصار بيناتهم هالحوار الصغير هذا. مش لازم نقولوا له نفجعوه. شكري اشار له النقطه ما تقالتش في معناها في الندوه الصحفيه، قال له الوزير لا مش تو نقولوها، تو نعملوها وحدنا من غير ما نفجعوها. شنو اللي باش تعملوها؟ قاعده تاع راس العام. شنو هي اللي باش تعملوها وحدكم؟ عليه علاش نحلوا باب التاويلات؟ وان بلوس سايي توا الحكايه خرجت وتسمعت. نورمالمون وزاره الصحه توضح توا هذا المطلوب. هو نورمالمون تكلم قارة وكان باش يحكي على سواديزون على السلالة الجديدة نتاع فيروس كورونا، أو ما نعرفش ما نعرفوش صحة ولا غلط. إيش معناها؟ معناها سلالة جديدة، اسكو باش يحكي عليها دخلت لتونس؟ بالضبط. اسكو باش يحكي عليها بنسبة العدوى كبيرة ولا صغيرة ديجا في تونس؟ شنو باش يحكي عليه؟ يا ريت كي خلينا باب التأويلات كل واحد يأول وحده. الصباح في رافماغ سونيا دهماني قالت وفيت هو خب علينا التقصي السريع لفيروس كورونا اللي صار في الافينيو باش يصير في برشا مناطق من العاصمه. قال انه اكتشفوا اللي فما لانتيير نتاع العباد اللي يدور في الشارع عندها عند الفيروس. هذه قالت ينجم يكون هو خبيه. فما حاجات اخرين قاعده تدور على ريزو سوسيو يقولوا مع اكتشفوا السلاله الجديده هذيا للفيروس في صفاقس في الاصابات الكثيره الكبيره اللي اكتشفوها في صفاقس المده الاخرى بعد الازمه نتاع الغاز والصفوف والعباد ماسكه بعضها. دونك اكتشفوا عدد كبير نتاع مصابين قالوا بما فيهم هالسلاله الجديده هذيا. قعدنا ناولوا احنا واحنا عاد ما تبارك الله بالفجعه تولي مش نورمال. انا ما عنديش فكره مع الميساجات اللي جاوني اش فما شنو علاش وزير صحه. انا راهو كلمت عندي خويا يخدم في السونتي كلمته قلت له اسكو سي فغي فما سلاله هذه جديده في تونس ولا؟ قال لي نورمالمون فماش ما وصلت لسود افريك، مازالت ما دخلتش لتونس. احنا سكرنا على جنوب افريقيا، سكرنا على استراليا وسكرنا على بريطانيا. مي راهو بو امبورت شنو الخبر، هو يلزم باش يخرج يقولوا ما يخبي حد شيء على تونس. اكيد هذاك هو معناتها يلزم حق. وهذه زاده داخله في الكوميونيكاسيون لهنا ما قلنا ملحق اعلامي ووزير مع بعضهم فما كوم في الوزاره. صحيح ماني خايبه على الاخر او كي نفيقوا بيكم مغلات في الحكايه هذه نفيقوا بيكم احنا اللي انتم تخبيوا علينا في حاجه ديجا مشكله. ديجا مشكله ليه والتونسي مش ناقص؟ صحيح والتونسي ياسر راهو يعيش على اعصابه برشا برشا. معناها كي تحل فيسبوك وتشوف خاطر توا ولات اقرب حاجه باش تعرف بها التوانسه هي الفيسبوك اللي عنده حاجه في قلبه يخرجها. التوانسه راهم ياسر مفجوعين، ياسر خايفين، يحسوا رواحهم في الانسيكوريتي. ما همش فاهمين شنو اللي جاي جديد وشنو القديم اللي تعاود تحير، لا في السياسه لا في الاقتصاد لا في الصحه. بالحق راهو معناها تعب 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 التونسي برشا. بورتون فما تدوينات ودي ستاتيو قاعده تدور. البارح قالوا له سيد الوزير ما عاد فما ما يفجعنا. تفضل ما قول لي تحب ما عاد يفجعنا شيء. ما عاد شيء نجم يفجعنا. وانا سيدي نتجاوزوا ونخليوا الكوم وصلاح الاخطاء الاتصاليه ذي اللي من بعد شنو باش تقول فيه وزاره الصحه ونمشيوا لمن يسهر فقط. يا سيدي احنا سهرنا معكم عن سهاره ونسهر ونتبع ونتفرجوا فقط. فما برشا اللي من يسهر فقط، احنا من فقط هذوكم اللي يسهروا. احنا نسهر فقط باش نخدم الريبريك نتاعي. دونك ما بين السؤالين اي البارح بعث له قال اسمع نرقد شويه راهو نرقد شويه يقصنوا. دونك برشا اسئله وبرشا مواضيع هكا نقولوا احنا اثارت اهتمام التوانسه البارح. من بين المواضيع اللي طرحت في لمناسر فقط فقره لزين العابدين مستوريه يحط فيها الضيوف والكرونيكور في مواقف وضعيات سالهم على الخيانه. قال لهم كان تفيق بولدك يعرف شكون على مرته اسكو تقول لها ولا تخبي؟ نسمعوا نجله بن عبد الله كيف جاوبت.
تصلح كل شيء تصلح راهو في الدنيا نجم تعيش مع واحد خانك بيان سور على خاطر اللي خاني سي زان اتر هومان ونجم يكون اللي خان من بعد والا اللي خاطر يا دي سيركونستانس اتو ما خرجوش راهو ما فماش هكا خيانه هكا اي دونك كيف تصير خيانه كل شيء نجم العبد يكون يولي خير من اللي كان عليه تيمون الى واو متفائله متفائله نجله تصلح العبد بالخيانه متفائله نجله متفائله تصلح معامله على الوعي صراحه راهو معاه معامله على الوعي مع دونسونس انا نيتر هيومان معناه ما يغلطش ما مش معصوم من الخطا اي يغلط مي لا هي حاش حبت انا مون افي معناتها شنو حبت تصور من العمله لابد مش نقول لك هي دون لو سونس كي نغلطوا الحاجه اللي بينك تتصلح من اغلاطك وتقويك اغلاطك دونك اذا عملت غلطه مره مش لازم معناتها تعاودها والعبد القوي والباهي انه ما يعاودهاش جمله دونك هذا هي حاب تقول اكزاكتومون مش مع مانيش موافق مش موافق خاطر ما توصل تخون الا ما سايي معناتها فهمت ما لا سيركونستانس لا حتى شيء الخيانه هي كي وفي الموضوع معناتها شنو معناها نقطعوا جمله بيان سور يا خويا سعيد معناتها نشطبوا عليه انا نشط الحقيقه كل واحد حر في هو انا ديجا وجيها ما تحبش تعطي رايك انا نرفس مش نشط انا سي انت احيل الى مهام اخرى يوفى بالحق على خاطر كي توصل الخيانه راه فما برشا حاجات تتكسر مش هذيك غلطه والله غلطه ما يخليش مصروف غلطه قال كلمه ديبلاسي غلطه مثلا ما نعرفش انا نسى ما قاليش حاجه اما خيانه راه وراها برشا حاجات وراها ما عادش فما محبه هذيك علاش يخون وراها ما عادش فما احترام هذيك علاش يخون وراها ما عادش تضيف له حد شايف حياته دونك فركس على عبد اخر هذا الكل ما نجمش عبد يعديها كيك انا بيرسو قال شنو والله سوف تندمون لا تغلط ها رد بيك ما رجعش تعاود لا هو مقويه اللي يخون خويا خاطر نتصور راهو معناتها فما بيت حب الريسك الذنب الذنب مش عادي ريسك ماهوش ريسك لا ماهيش نبعدوا نحن على الحكايه هذيا وذنب واخلاق وكل شيء ابعد ابعد من هكا هاني قلت لكم راهو اذا كان يخونك البشر معناها انت ما عادش عندك قيمه عنده تو سامبلومون تحب تعيش مع عبد ما عندكش قيمه عنده لا نمشيو الموضوع اللي بعده يلا نبدلوا الموضوع ونشوفوا سي حاتم بولعبيه الموضوع هذايا معناها اقوى من اللي قبله كي سالوا نوف الورتاني البارح يحكيوا على سلاحه مع الراعي اللي تقتل في جبل سمامة قالوا كيفاش اليوم ما نجمش يدافع على روحه يعيش في منطقه فيها ارهابيين ومهده وفيها خطر وكل دونك دو بريفيرونس يكون عنده سلاح باش يدافع على روحه وحكيوا على مواضيع سابقه كيفاش واحد يدخل له سارق الدار واذا كان ما عندوش باش يدافع على روحه ولا سلاح في داره اليوم ينجم تصير له مشكله وحتى كان عندك سلاح بالقانون التونسي راك يدخل لك عبد لدارك تعتدي عليه ولا تقتله ولا تعمل له حاجه راك انت اللي تباسي وتشد الحبس دونك اشكاليه كبيره من بين الاسئله اللي سالوا فيهم نوفل سالوا السؤال هذا قلت ناس تتهدد حمايه امنيه باش نسالك اكثر من هكا وكان عندك الجراه ويقولوا انك جريء حتى سمير الوافي ديما يشكر فيك باهي السياسيين اليوم عندهم سلاح نعم او لا بتبيع شنو بتبيع سلاح عنده سلاح وعنده رخصة عنده حماية أخرى لا 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 في الدار لا لا أنا سارق الناس ويتبدل السلاح فما قوانين نتاع البلاد هذيا عاملينها للسراق شنو أنا نلقى سارق في داري يسرق فيا وقريب يعتدي على مرتي نضربه تراسيني في قلبه شنو القوانين الديبيل هذه زين أمين تحل الديبا وتحل صادق حلواس وكيفاش ويعطيو في السلاح للسراق ايوا لوجيك معناها فما عباد سنة وناس ناس سنة وناس فارغ. انا في بالي يعطيه سلاح نتاع صيد لا قال لك عندهم سلاح لا لا عندهم هو راهو كيسال جدي عندهم هو كيسال سال السلاح سلاح راهو ما قالش نتاع مصيد انا راهو كي حكيو مع زين سلاح فردي سلاح فردي معناها واحد موسى اسمه موسى دس فردي فرد اما كي حكى مع زين من الاول حكى على اساس هو معناتها سلاح نتاع مصيد ايش علينا في سلاح المصري هذا موجود اما هو وقتها يحكي على سلاح سلاح اما قال له سياسيين عندهم سلاح اليوم قال له ما عندهم بالطبيعه فما سياسيين مهدين فما نسبه كبيره قالوا اليوم عندهم عندهم سلاح اللي مهدين بالقتل اللي خرجت اسمائهم والله اعلم اللي عندهم عندهم معناها نقولوا احنا خيوطهم لا 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 حراسه على روح عندك حراسه وسلاح مع بعضه هي مش لوجيك ياسر عاد معناها عندك حراسه بسلاحها وعندك سلاح هو فما النواب عندهم حراسه معناتها اج 24 معاهم سياسيين كومام نواب سياسيين هما مش الكل اما اللي يتهدوا بالقتل وكل عندك سلاح تعرف تستعمله تصور انت مش عارف شكون انا يهد عليه
بحر جلاس يهد عليه وهو قاعد يعرف يستعمل سلاح. صعيبه نحكي راهو اونترينمون ديال السلاح. انا عطيت اكزامبل راهو باش مش تغش علينا بحري هو ولا اللي برا تغشش مش مشكل. يا زي مرحبا بي في حق الرد. مرحبا بي ينجم يكلم. يلا ما اكثرش من هكا وجيها نختموا لهنا فقره ميديا. حكيناهم الكل. حكيناهم الكل الدنيا الكل في التلفز الكل. فما كان تصويره ما حكيناش عليها تصويره نتاع السيد الرئيس. السيد الرئيس اللي مشى زعما موجوده عندنا هي. اي ما نعرفش كان موجوده ولا لا اللي فما فوالا. هو تحسه سالها قلب لي نجم نبوسو نجم نعنقو يا سيد الرئيس في صاله في قاعه غرفه انعاش انعاش وكبير راجل غير تاني ما تجيش ما تجيش لا هذه اثرت الاطباء البارح تغشوا على الاخر غشوا برشا وي وي تغشوا برشا قالوا مش معقول وما تجيش ما تجيش ما تجيش بيان سور باش يتغشوا خاطر انعاش هكاك مش بخلاف شدوا من يده ماهوش لابس ماهوش مهيئ باش يدخل البقعه في واحد في الانعاش مريض بالكوفيد معناتها انعاش راهو افكتيفمون معناتها صحيح ماهوش يغزر له مسيك ساعه حاسي لو ربي يلطفك هاو هذه الكوميونيكاسيون نرجعوا نحكيوا على الاماتوريزم في الكام معناها لا فاق السيد الرئيس لا فاق الطبيبه اللي بحذاه ما حشمتش تقول عاد شبيه رئيس دوله قول له خويا ممنوع ممنوع راهو تدخل القوه غادي هي ستاف كامل بحذاه نتصور ما دخل غادي كما تعدى بالمدير وبالرئيس القسم معناها دخلوه تصوروه وبعد تقولوا كيفاش رئيس الدولة معناها يدخل يتصور هكاك؟ لا وحاجة أخرى دخل وحده دق الباب قال له سلام يا مريض راني نطلع عليك فما حاجة مهمة أكثر من هك اللي راهو الرئيس ما يتنقلش وحده معناتها معاه برشا عباد نتصور اللي وراه التصوير فيها سالة غرفة انعاش فيها مصور وفيها الكوم نتاع الرئيس اللي وراه التصوير كل راهم لابسين كالرئيس نتصور معناتها ماهمش لابسين مانيش نراو فيهم هما خلف الكاميرا ما نتمناو انهم يكونوا لابسين مش كلهم هكاك ان شاء الله تمنيو. ربي يلطف بينا من هذا الكل وما التخلبيز هذا سيختو يعطيك الصحة أسامة ميرسي بوكو نحن فاصل إشهاري صغير وراجعين اليوم مالي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا اخبار جهتكم محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهجة تريبينال مالي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة سامي بن نور وبقية الفريق جميلة الشيحي عبد الستار عميمو أنس بن مالك سوسن معالج إبراهيم الطيف الشادي العرفاوي فرح بن رجب وغازي العيادي بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق سمير السليمي حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس ثمانية متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي
العشرة متاع الليل شارك معنا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم مالي ساعة ونص، انت صحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا اخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهجة تريبينال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي. استشارات ونصائح إي إف إم أحلى غاديو 11:22 دقيقة. ما زلت مع المدام وجهة، أهلا وسهلا بكم. يا سيدي، برشا ربح في المدام وجهة، بونداشا قيمته 200 دينار من إهداء مبروكة. مبروك الليليغانس انتمبوريل. ينجم يربحها معنا هو ولا هي. تنشوفه في التليفون ونقولوا ألو. ألو عاصمة، أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بيك وجيها، صباح لبيك. والله الحمد لله صباح بيك، ما جيتيش البارح. يلا شكون معنا، شنو الاسم؟ معك عربية من سكرة. مرحبا بيك، هك هوني في ساعة تخلط. يعيشك وجيها، شنو أحوالك؟ صافا لاباس. شو تعمل في الدنيا يا عربية؟ أنا نخدم في أنيمالغي في سكرة. أوه تسكي لزانيمو لزاكسسوار ويخطوهم الكل في فعامة حسنا. بيه بيه لو محليك صحة ليك شيخة. عندي برشة كلايبات كنت حبوا ديو تشوفوا. تنجي ونعملوا طلت دجا. عندي زوز كلايبات أنا في استوديو لازم نشوفوا لهم كلك الزاكسسوار من عندك غاديك. إيجا إيجا نعطيهم شوية أكسسوار كدو من عندي. يعطيك الصحة، عايشك عربية. بيه سمعت المعلومات اللي قلناهم بكري؟ نسمع فيك والله، نسمع فيك اليوم. باه اسمع مالا توا السؤال. في قديش من ولايه موجوده مغازات مبروك؟ نعاود لك السؤال. في قديش من ولايه موجوده مغازات مبروك؟ دونك موجوده في 6 ولايات. ستة ولايات موجوده في 6 ولايات. زيد شوف. 6 ولايات. آخر قرار. آخر قرار. آخر قرار. صعيبة. آخر قرار 6. به أنت جاوبت 6. الإجابة باش نعرفوها توا إن شاء الله تكون إجابة. يا ربي إن شاء الله تكون صحيحة. صحيحة. مغازات مبروك موجودة. يحسبوا معايا الأولاد. واحد. مغازات مبروك موجودة في ولاية سوسة. واحد. صفاقس. 2. جابس. 3. نابل. 4. تونس. 5. وأريانا. مغازات مبروك موجودة في 6 ولايات. مبروك عليك يا عربية. مبروك مبروك. طنت عدوني زو كلب. ربحت البونت تشاب قيمة 200 دينار من أهداء مبروك. ميرسي بوكو وجيها. يعيشك. على شكون تحب تسلم عربية؟ نحب نسلم على يعرفوني الكل و سبيسيال ديديكاس لتامونيا حميتي. نحب نقولها ان شاء الله تقوم لنا لاباس يا رب. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يشفيها، وان شاء الله ربي سمعكم كان الاخبار الزين. شكرا ليك والف الف مبروك. يعيشك. ما تنساوش الربح متواصل كل يوم مع مبروك في المدام وجيها وفي غاسين كاغي بيان سور. مبروك الليليغانس انتمبوريل. لحداش وخمسة الجوقة بجنب. لحداش وخمسة وعشرين دقيقة لقيت ذايا وقيت جمعيتي. هاي يا سيدي، اليوم باش نحكيو على أبيلودون اللي منظمها ليو كلوب ليو كارتاج. يحضروا معانا زينب. مرحبا بيك، أهلا وسهلا. مرحبا عسليمة. نعرفك جيت نقبل قبل برشا برشا. ما ننسيوش ما ننسيوش ما ننسيوش ما ننسيوش ما ننسيوش. ودالي كمون اهلا وسهلا مرحبا بكم. حاركين 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 برشا خدمه ليمات هذيا. نحكيو على اكسيون عاملينها توا. شو اسمها؟ فيتهم برشا ديزاكسيون فور دوغ تون باراليل، اما برانسيبالمون توا ايفيرو شو بيسكو سيبل كبيره السنه وكل شيء. دونك
اكثر حاجه مركزين عليها وفاتير سينو نعرف بروحي زينب الباش عمري 21 سنه نقرا عايشك نقرا 3 اني ليسانس اون كونطابيلتي سي تيرمينال و جو سوي ممبر ا ليو كلوب اي اتش سي كارتاج بور لو دوزيام موندا داكور وانا جو مبريزونت محمد علي كامول عمري 22 سنة نقرأ إم آن ريفيزيون كونتابل في الإتش سي وممبر ليو كلوب إتش سي كارتاج. دونك خلي زينب تحكي لكم شوية على ليفيرو شو. هبت توديت علينا. مازال نكتب. يلا حكينا زينب أليكسيو هاي. ألوغ دونك نبدا جونغ بلوز أو موا بشوية بشوية بالأوردر كرونولوجيك أون فادير الخدمة نتاعنا. فما توا بور لو مومون حاجه قاعده تخدم اسمها ديسمبر تو ريمبر اللي هي كيما تسميها شيف دو بروجي تاعها هيبه ايفينماكسيون سي ان ايفينمون باش تخدم معاه ديريكت ان باراليل اون اكسيون ليفينمون ديجا تخدم بلوز او موا في لي اتش سي كان لي تصاور عملنا اون ديكوراسيون فيستيف نتاع نويل ولونيير وجو هكا شالورو وكل شيء و بلي سبونسور اللي دخلناهم وكل باش نعملوا اون سيريموني دوبل رونتري تاع بعد فاكانس نكرموا فيها لي بيرسونيل تاع لي اتش سي شكون هم توتو شهير العسيس تاع الفاك ولي فام دو ميناج كلهم ولي سورفايون اللي برسمي ايفي سور نوتر سيكوريتي ونظافة الفاك وكل اللي احنا نروحوا هما يقعدوا يخدموا يعطيهم الصحه وي دونك باش نعملوا لهم سيرموني تاع تكريم وزاد باش نعاونوهم كان يستحقوا حاجات هذايا ديبي جانفي داكور سينون تيلمون لا سيبل كبيره السنه قاعدين مركزين بالحق برشا 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 على ليفيرو شو ليفيرو شو بور سا دوزيام اديسيون لا بروميير اديسيون تعدات عامنا ومشينا للكيف بلاصه اسمها تويرف اون سيرفي 70 عائله كون سالو الحقيقه ايز ايتي تري شالورو اكوي طياره على الاخر وعندهم صغيرات ما شاء الله زين وقرايه تبارك الله عليهم دونك السنه قلنا 70 عائلة شوية على يوكلوب يا شو سي كارتاج سورتو اللي احنا صنع عملنا ريكروتمون كبير ودخلوا برشا دي ممبر موتيفي جوكو قلنا 500 عائلة ولا أكثر علاش لا ما يسالش كان نحلموا سي ان تشالنج صعيب سي فغي أما بجينيروزيتي نتاع توين سنتخيل نوصلوا له سي ان تشالنج غولفي بقد ربي ما عملتوش مع جمعيات أخرين أون فيت الحاجة الباهية اللي أوني أونكادغي باغ لو كلوب باغ نتاعنا لاينز كلوب سالامبو دونك قاعدين نخدموا أون بارتناريا معاهم في ليفير وشو وزاد في أكسون pour les enfants cancéreux. Pour le moment, on a mabadna. Donc, hauk mabadna aqua ou quel chose. Des sponsors peut-être rires. Donc, ahsen hatta stand li ana fi les grandes surfaces fi période atoul. Ou ana numero l'info line ken. Bien sûr. Exactement. Saa bach tqoulou li chnou wa li talbino ka moussaadat. Beh, hiya en fait, machin ahna le deux villages, Sounin ou Ouzja fi Ras Jebel Ben Zayed, voilà. دونك اللي طالبين بيان سور حوايج ايفيرو شو دونك حوايج خطاويت ميك لا قضيه وبالحق اون سو ديبلاس معناها كان فما شكون يلمنا في كاردونا ولا حاجه باش وقضيه نجيوه وين هو عندنا سور لي ريزو سوسيو نتاعنا لي كلوب بيان سي كارتاج فيسبوك انستغرام نوامر تاع بيان نتاعنا جيوغرافيك انت وين ما انت باش تلقى تدخل على لي ريزو سوسيو تدخل باج موجوده هاكا عندنا غاديك لافيش في النومرو نتاع المومبر نتاعنا اللي يسكن بحذاك معناتها ما عندنا حتى اكسكيوز ان شاء الله نعاونوا الناس الكل دونك فما سامحني المنزه نصر سيدي سعيد كارتاج بون ليو نور بون ليو سود مروج العوينه سكره كل معناتها سنتر فيل زهر حملم عقل ويك قمره مرسى على الباج فيسبوك ليو كلوب يا شو سي كارتاج حاجه اخرى حكيت زينب على السيبل اللي هي اكبر المره هذه ممكن الناس تسمع تقول 500 عائله نومبر كبير بارابور العباد عملت 78 عائله كيفاش هذايا لوغمونتاسيون صارت الحقيقه احنا لاكسيون ايفيرو شو نتاعنا باش تبدا ديبيو فيفري دونك مازال عندنا وقت شهر كامل باش تلقاونا بارتو توا في لي غراند سيرفاس معناتها وعندنا وقت باش نلموا فيه معناها اكثر وكما قالت زينب نو سوم بلو نومبرو توا ومع الليد نتاع الكلوب باغا نتاعنا لاينز كلوب سانابو ان شاء الله نوصلوا نمسوا السيبل هذا نتاع حتى اكثر من 500 فامي ان شاء الله دونك لاكسيون وقتاش تبدا وقتاش توفى؟ لاكسيون احنا بديت ديجا اي وقتاش بديت؟ بديت صافي 4 ولا 5 جور ديجا بور لو كوليكت معناها لو كوليكت اون كومونسي ا كوليكتي بالحق نشكر برشا برشا العباد اللي هكا حتى غزرونا وقفونا حكوا معانا حتى شكرا مقلونا معناها برسمي سي تري سامبوليك بور نو كل شيء وان شاء الله امنيتهم قد ربي توصل يعطيكم الصحه شكرا ليك زينب يعطيك الصحه دالي ميرسي بوكو نحن مازلنا مواصلين معاكم حتى نص النهار لقيت هذايا تعرفوه عاده وقت الربوخ ربوخ رجعي حني ديك
يوم مع الساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا اخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مدي ساعتين يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي مع طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القراية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا اليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا اخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مدي ساعتين يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي مع طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القراية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا اليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا اخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مدي ساعتين يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي مع طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القراية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي.
بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلس. 8 متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم مدي ساعة ونص، انت صحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا اخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبينال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4، 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية. جندوبي على إي إف إم أحلى راديو. الـ11:37، مرحبا بكم من جديد في المدام وجيهة. اليوم باش يكون اختتام أيام قرطاج السينمائية دورة 31. كانت الدورة هذية كانت دورة استثنائية بسبب اللي يعيشوا العالم بالطبيعة. دونك باش نعرفوا آخر الأخبار وآخر الاستعدادات للاختتام نمشي مع ألفا في بوان جي سي سي. ألفا عسلامة. عسلامة، أهلا وسهلا. نحويلك لبيش، أحكي لي شنية الأجواء اليوم اختتام. قلت انك جنت مع كاتاكي غوز عاوز تنصب اي والتحضيرات مازالت. دونك اليوم السيريموني دو كلوتور. باش نبدا جست نقول لكم على بعض الافلام اللي معنا عاودوا تمت برمجتهم لول جديد، فما حاجات تبدلت. دونك باش نبدا نقول لهذوما وبعد باش نحكي لكم شويه هكا شنو باش يصير في السيريموني اليوم في الكلوتور. الوغ انا فيلم عزيزه لعبد الكريم بن عمار اللي هو مبرمج من الافلام لي زوماج، فوالا سيتي بريفو باش يتعدى البارح في صاله عمر الخليفي في مدينه الثقافه. دونك الى ايتي روبروغرامي باش يتعدى نهار الخميس مع الـ4:30 في نفس القاعه، دونك قاعه عمر الخليفي في مدينه الثقافه. وخاطر البارح دونك بدلوا صار لوماج هذاك اللي حكينا عليه، دونك عنده لوماج لإينوزونتيتي، دونك صار في نفس القاعه عاودوا بدلوا الفيلم هذايا. والدرايفين اللي كان باش يتعدى نهار الاثنين وتم تاجيله لسوء الاحوال الجويه. اللي كان فيه فيلم لانسال وفيلم الحلفاوين هذيك زاد كيف كيف تم تأجيله ويبا ادخل بروغرامي الغدوه نهار الخميس 24 ديسمبر ديما نفس الوقت الدرايفين 5:30 نتاع العشيه. يوم زيدا موجود الدرايفين وقت الحفله نتاع الاختتام، دونك باش يكون مع 5:30 فما فيلم ترو ستوري لمحمد امين لحنش وفيلم اتيتيود لايناس بن عثمان. دونك كيف كيف الدرايفين مع 5:30 تسمعوا الفيلم كالعاده على 90.2. بالنسبه توا للسيريموني دو كلوتور، دونك كيما قلنا فما تابي روج تنصب، بشكون فما هكا شويه وصله موسيقيه كيما المره اللي فاتت مع ليلى حزايج، والمره هذه باش يعملوا هكا اون بيرفورمانس تياترال، دونك باداره شادي العرفاوي هكا حضر لنا حاجه حلوه. كان شفتوش يا هالنهارين كتصويره اللي تدور في الفيسبوك نتاع البالغين نسرين بن عربيه، هكا اللي عملت الشطحه المزيانه ياسر هذيك في الحر وبحذاها. هذه كانت تكون موجوده دونك في البيرفورمانس اليوم. دونك بيرفورمانس حلوه هكا وخفيفه، معناها سيريموني خفيفه. دونك كيما تعرفوا سيريموني سنه ماهيش باش تكون كيما العاده، بيسكو ما فماش جوائز معناها نتاع التاريخ، ما فماش موسيقات وفوالا وكل شيء. دونك كيما قلت انت سنه هي دوره الذاكره والحنين، دوره البيست اوف، دوره لي زوماج. كوميم ما ننساش الاصرار هذايا والتحدي اللي صار حلو برشا ولو ما فماش هكا
حاجات جدد وكل، مي حاجه حلوه كمان اللي جي تي سي صارت كمان، واحتفلنا والسينما حيت فوالا بالرغم من السيتياسيون من الوضع الوبائي جوستومون في العالم الكل. ان شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل، وان شاء الله عام الجاي تكون جي تي سي هكا كي العاده بالنكهه نتاعها، بالافلام الجديده، نشوفوا افلام جديده فوالا، ونشوفوا دي برودكسيون جدد، والناس الكل تعاود ترجع تخدم على رواحها فوالا. اون غرو هذيا اللي فما اليوم. سينو كرو وفي جي سي سي كمان خساره. ميسالش غدوه انت باش تكون بحذانا ان شاء الله، وفي الاستوديو تعطينا ريكاب على سهره الاختتام. ريكاب على السهريه فوالا، اش فماش ما فماش اكزاكتومون. يعطيك الصحه الفا، ميرسي بوكو، تحيه للسينمائيين الكل وتحيه للفنانين الكل. هو اليوم اختتام، لكن تبقى سينما ديما حيه والافلام ديما موجوده، وديما ان شاء الله الفرجه متوفره ان شاء الله. ان شاء الله، يعطيك الصحة. اخر اخبار النجوم العربية والعالمية بعد الفاصل مع يوسف. انا شكيب درويش، تسمعوني تراوني مع خلود مبروك في برنامج 90 دقيقة كل يوم من نهار الاثنين لنهار الجمعة، مع اصدقاء لدودين سفيان بن حميدة وطارق الكحلاوي وخليل الرقيق. اشتباكات ناعمة، فما زاد جو في الموضوع هذا بيناتنا، باش نسيسوه. انا على وزن باش نشنعوها. جي سي سي، أيام قرطاج السينمائية، الدورة 31 من 18 ل 23 ديسمبر، إديسيون بيست أوف، مع 120 فيلم في القاعات والسجون، دي زيكرون جيون ودرايفين. من كرهبكم باش تكونوا حاضرين، دورة الذاكرة والحنين مع أفلام العصر الجميل. جي سي سي 2020 دورة الاستثناء، تعطيك حرية لكسي، برمج أفلامك، اختار القاعة وكرسيك بلاش على تذكرتي.ان. وعلى خاطر اللي تعدى مش شوية، احمي روحك وخلي الباقي على أيام قرطاج السينمائية. جي سي سي 2020 من 18 ل 23 ديسمبر، بمساهمة الأكاديمية دار دو كارتاج. خلي غرامك خدمتك. أحلى ضحكة، طاجين لوكس راهو في تونس، ها؟ وتاكلت فازين سماه انتم عائلة العرس والعروسة. طاجين حاجة لوكس ياسر لتوا، من مرة جابوا لي طرف طاجين قدنك. تقول سبيدري. حاجة قلت لها جيبي لي فردة الأخرى باش نعمل بيه فوتي. طاجين تروا بون صاحبي، شفيك؟ نجم تلبسوا بالنعال تعمل بيه في ربيتك. وقول لهم ما نحبش طاجين والله على حال. واهرب كانك رازل ما تكلش طاجين، يخرج خو العروسة بسكينة. شكون ما كلاش طاجين؟ باش ترجعونا للخمجة، شكون ما كلاش طاجين؟ أختي أختي يا مامو عيني، ندغي روحي نقطع الكسوة اللي عطاها لي يا ربي. جيبوه كتفوه. حل جا الأخت. احشي لو طاجين جديد، احشي لو طاجين. انتم تسمعوا في المدام واجهة مع واجهة الجندوبي على اي اف ام احلى راديو. وقيد اخبار النجوم مع نجم أهلا نجوم الشاشة غدوة بقدة ربي باش يبدا يسجل البرنامج نتاعو، فضحوني. دونك غدوة باش يولي نجم تلفزي. تفضل سي يوسف. مارادونا، طبيب مارادونا، حكيت مارادونا ونوصلت حكيت مارادونا. نحكي على مارادونا بعد شهر من وفاته، تو قريب شهر معناتها جور بور جور. تصريحات خطيره تجي من الطبيب نتاعو البيرسونيل اللي كان معاه من 1977 حتى شي ل 2007. قال انه دييغو ما ماتش متعديه، هو كان شكل من اشكال الانتحار. البارح هذا الانترفيو نتاعو ذكر انه مارادونا حاول انتحار قبل في كوبا، وبالسياره نتاعو معناتها دخل في حيط حاول الانتحار، ممنع من الاكسيدون هذا. وانه حكى برشا مرات قدامه انه فد من العيشه وما عادش يحب الحياه ويحب يموت. الدكتور اللي كان مرافقه قبل الوفاه نتاعو مازال في ذمه التحقيق في الارجنتين، على ذمه التحقيق يحقوا قاعدين معاه. الدكتور السابق نتاعو قال هذا اللي حكينا عليه من الاول، اللي كان معاه من 1977 2007، قال انه صار اهمال لصحته، ومعناتها ما تلهوش بيه بالكدا، وانعدام الخبره كان موجود مع دييغو مارادونا قبل ما يموت، وكان ممكن انه نتجنبوا الوفاه نتاعو. موضوع للمتابعه. مارادونا توفى تو عنده شهر، مازالت العباد تحكي عليه، والحكايه مازالت معناتها لاكتواليتي مازالت متواصله في الارجنتين. كل يوم يحلوا الاخبار بمارادونا
لليوم معناتها بعد شهر جور بور جور. نحكيه على إيك جاكمان الممثل الأسترالي ممثل إكس مان وفولفرين تعرفوه أنت تفرجتوا فيه سير ممثل 52 سنة حسب ذا كوريي ميل السيت الأسترالي يتبرع ب 1.2 مليون دولار للموظفين متاع شركة متاع صبابت أما مش هكيك مدهم على خاطر إيك جاكمان عنده 5% من الأسهم في الشركة ذي بيحهم بيحهم 5% الأسهم متاعه أخذي 1200 مليون دولار وفرقهم على موظفين 900 موظف كل واحد خذي 1500 تقريبا 1500 دولار من متبرع مجهول معناتها ما قالوا لهمش شكون اما بعديك لابريس معناتها أستراليين لوجوا ولقاو ربي كثر منه الناس. نبقاو في الحركات النبيلة فريدة من نوع حكيم كارداشيان عارضة الأزياء وأكثر أكثر من أكثر نساء التأثير في العالم قلبها كبير برشا طلع فهمت عندها مش كان قلبها كبير أما قلبها كبير دوك على خاطر بمناسبة نويل طلبت من ليفان متاحة أنهم يبعثوا لها الريب متاحهم على تويتر متاحة باش تعطي 500 دولار لألف فولورز هدية باش الناس الكل تعدي نويل حسب هي قالت باش تعدي نويل بالكدي دونك فوالا انا بعثت الريب نتاعي ان شاء الله نكون حتى انا سبقتك راه سعيد سعيد الحظ ان شاء الله. نكملوا بنجمتنا الفنانة لطيفة العرفية ولطيفة التونسية كما تحب سادي بون زون جيوغرافيك اللي انت فيها لطيفة العرفية لنا وفي مصر لطيفة التونسية وين في حوار تحدثت على الانجاب وقالت انه الانجاب مسؤولية وارفض الانجاب لانها مسؤولية في الحوار متاحة وهنا تدخل على الخط الاعلامية الكويتية اللي معروف عليها بالكلاشيت ماي العيداني كتبت في تدوينة لطيفة العرفية نقطين ارفض الانجاب لانها مسؤولية نقطة يحليلك هكا يقولوا في الكويت يحليلك عمرك 59 سنة وتتكلم على الإنجاب نقطة استفهام عاصمة اللي يضحك بروفوكاسيون هي معروفة بالبروفوكاسيون ماي العيداني أما المرة ذي تكلفت لها غالية خاصة الكومنتيريت الكل معناتها حلوة حتى تعرف معناتها أحباء لطيفة العرفية وعملوا لها هجوم إلكتروني معناتها ليه ولطيفة تقصد أنها رفضت في حياتها الإنجاب على خاطر الإنجاب هو مسؤولية وهي حست نفسها اللي ما عندهاش الوقت وما عندهاش الجواجي لها المسؤولية هذية معناها شنو تحكي على الإنجاب 59 سنة مش معناها فما وقت ما عادش نحكيو فيه نسكروا فهمنا ولا فهم شنو ببين. تقصد صحيح المعمل يسكر كما قال بروفوكاسيون زيدة وميشانستي بلوتو ان توكا لطيفة العرفاوي لم ترد على الموضوع وما رجعتش عليها هي ماي العيداني راهو معروفة وجهها الرحمة ليها مع الناس الكل حتى في برنامجها عندها برنامج هذيك بتاع بلوك 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 هي هي ما سي ميشان سي ميشان هي هذيك بلوك 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 عندها برشا الحقيقة نتاع ربي وعندها برشا تبعوا فيها والكل وما عندها برشا مواقف ماهيش متوازنة معناها صحيح مش متوازنة هي مرة تقول لك مرة تقول لك أنا معاها الحكاية ذي في حصة أخرى تطلع هي ضد الحكايه هذيك تزو تنفذ قاعده تعمل في البوز على خاطر الناس سمعوها 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 خاطر مزيانه ودرشنا وبدت تحكي هكا وبلوك 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 وعملت زعما هكا بيرسوناج سامباتيك وكل بعد الناس خليوها على خاطر زيت ان توكا انا بعثت الريب نتاعي لكيم كارداشيان كنت تسمع فينا بليك ال 500 دولار شكون كيم كارداشيان رجعنا جيتك توا جيتك المعدة قلت لك راه مش هذيك اللي تحكي عليها مش نتاع بلوك 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 دخلتني انا معاك في مال انا غلط لا اي صحي تشربيني نتاع بلوك 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 وباقي زاد انا الشربيني ما تعجبنيش على خاطر مواقفها ما هيش مواقف سليم مرة تحكي هكا ومرة تحكي هكا فوالا فوالا مواقفها بلوك صحي هذا هو يعطيك الف صحه شكرا شكرا ليك شكرا تسيروا الاغلاط شنيه ليه مش مشكله بيان سور فما برشا عبيد تقول لك هي بيد اخبار ما تمنيش دونك قول لي تحب علي انت ما يمنيش فيك احكي اللي تحب علي انت جربي تبدا هكيك معناتها الاخبار انت محمد نمشيو للسونداج نمشيو للسونداج كملوا حكايتكم البرا ورا الميكرو نمشيو للسونداج السؤال نتاعنا اليوم كان هل انت مع قرار منع الاحتفالات برأس السنة الميلادية إبا 24% فقط قالوا ضد
76% يقولوا نعم مع منع الاحتفالات برأس السنة الميلادية. وهذا بالحق حالة وعي. المهم صحتنا قبل كل شيء، المهم صحة الناس اللي دايرين بينا. نعاود ونقول بجاه ربي بجاه ربي، ما عادش تبوسون، ما عادش تمسون، لا انا نبوسكم انتم تبوسوني من بعيد، السلام عليكم من بعيد، من بعيد ارمي بوسه من بعيد، ما تنسيش ديما الكمامه نتاعك هكا جيلك دبوسه جيلك الصغيره في ساك في مكتوب في اي بلاصه تنجم تحط فيها دبيبزه صغيره ما يعيشكم نفضلكم، خليونا رايفين، خليونا نحبوكم، اسمعوا الكلام. شبيك تغزل لي يوسف؟ ليه اي ناكد عليك ليه، خاطر في الكاسك المخرج قال لي قول لهم يلبسوا البافيت مش يجاوبوا على السونداج. دونك هكا توا يلبسوا البافيت بالطبيعه في المارشيات وين ما كنتم تدوروا تحوسوا، ما تقطعوش عددكم، مثلا اللي يعمل سبور يجري ما تقطعش العدد نتاعك، اللي يمشي يعمل مارش، اللي باش يمشي للفري باش يمشي للسوق اي حاجه، ولكن ديما تحط البافيت نتاعكم وجيل نتاعكم والتباعد يعيشكم. التعقيم ثم التعقيم. التعقيم ثم التعقيم. هكا نحن نكون وصلنا لاخر المدام وجهها، شكر كبير ليكم الكلكم مستمعينا اللي رافقتونا من 9:30 حتى لتوا. شكرا ليك دالي المخرج، يعطيك الصحة بوغانجا في الاعداد، شكرا ايمان ميلكي اي اف ام تي في، محمد مرزوقي في السيت. بعد شوية باش نمشيو للتحليل المعمق للوضع في تونس مع خلود مبروك وكامل الفريق. 90 دقيقة أنا باش نخليكم مع ست، نقول لكم شاهية طيبة ونتقابل معكم غدوة في نفس التوقيت، وبرشا برشا برشا بوسات من بعيد. باي باي، نتقابلوا غدوة إن شاء الله.